معانا طبعا النهارده حرفه مرتبطه بالمصري القديم وبالفن المصري القديم اللي كلنا بنعشقه، هو فن النحت، فن النحت التماثيل. يعتبر فن النحت من اعظم واقدم الفنون المصريه لطابعه المميز، وخضع للتقاليد والقواعد التي فرضتها العقيده المصريه، وتاثر ايضا بطبيعه ارض مصر. نتكلم عن فن النحت الفرعوني عند الفراعنه، استخدموا مواد حجريه مختلفه زي الجرانيت وزي البازلت وحجر الشيست وحجر الكوارتز، حجار لا حصر لها، عملوا منها ابداعات كثيره موضوعه النهارده بنشوفها في المتاحف سواء في مصر او في العالم. واستطاع الفنان المصري ان يتحكم في الاحجار. نلمس ده، بص تلاقي في تماثيل في المتحف كلها نفس كلها كده، لسه ما كملوش فيها عمليه الصقل ده قبل ما يخش على مصر. وكان الفنان المصري يختار كتله واحده خاليه من اي شقوق او عيوب او فراغات، وكان يكتب بعد ذلك الاسم سواء للملك او الامراء او الاشخاص العاديه بالخط الهيروغليفي. انت بتقسم كده عشان هتكتب هنا صح؟ انا بكتب شكلين، اكتب الخط الهيروغليفي هنا بقى على طول. بالنسبه بقى للبدايه، احنا بنجيب البلوك عادي جدا مستطيل اللي هو التمثال، وبنرسم عليه بقى الشكل بتاع التمثال بمقاساته ايا كان، هو اي تمثال، قطه، لوحه، اي قصه يعني، وبنبتدي ننحت بقى. المرحله الاولى عندنا بنسميها في النحت اسمها التوجيه، اول مرحله ده التوجيه بقى، بنظهر بقى ان في ايد، في مكان للراس، في مكان مثلا للرجل في الاول خالص بقى، حاجات بسيطه كده. بعدين بنخش بقى على التجعيد. كل الشغل اجر وشوكيش من البدايه للنهايه نفس الطريقه، بس الجرانيت بيبقى مختلف شويه. يعني احنا بالنسبه لنا احنا ممكن نشتغل بالالات دي على الجرانيت، بس بدل ما حاجه تاخد سنه بالاله بتاخد شهر. نحت الاحجار ده هو في دمي، انا هنحت سواء انا في صعوبات ما فيش صعوبات، هو المجال نفسه صعب مش سهل. انا بنحت على كتله صخر بلغه الصعوبه، بازلت، الجرانيت، كل الناس اللي بتشتغل عليها تعرف مدى صعوبه العمل على هذه الخامه. وكان لقب النحات في اللغه المصريه القديمه هو جنوتي، وكل مراحل فن النحت موجوده في مقبره تي في سقاره، وكذلك مقبره ريخ مراع في طيبه.